يا كابتن مصر مشرف ومنور، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. الله يخليك كابتن اخبار اسلام، حضرتك ايه؟ سعيد بيك وسعيد ان انا موجود معاك. الحمد فندم لله. تشرف لينا، ربنا الله يخليك. يخليك، اخبار الله حضرتك ايه يخليك. يا كابتن؟ الحمد كله لله، كويس؟ كله تمام زي ذكريات الفل. وحاجات حلوه شايفك يعني والله فكرتونا بالحاجات كملنا ايام الحلوه حلوه يعني. والاجوان الحلوه والبطولات الحلوه، احلى وقت والواحد بيلعب كوره. انا اكتر حاجه كانت عجباني النهارده كان الجمهور يا كابتن. يعني طبعا الجمهور احنا على طول بيعجبنا الجمهور، ولكن ايامها ما كانش فيه اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا. لا كانت ايامنا الامور مختلفه. الامور كانت مختلفه بالكامل. كل الماتشات العديد من الجماهير بتتفرج، والجمهور هو روح اي ماتش صحيح وروح اي فرقه، وهو صحيح اللاعب رقم واحد دايما بالنسبه للنادي الاهلي. صحيح. يعني احنا كل البطولات اللي خدناها على مدار تاريخ النادي الاهلي السبب الرئيسي فيها رقم واحد جمهور النادي جمهور الاهلي العظيم. طبعا صحيح صحيح. نتمنى ان الجمهور يعود مره ما اخرى ده اللي باذن احنا الله في بنسعى له ملاعبنا. بصراحه، العداله الجماهيريه زي ما كنا بنتكلم عن العداله التحكيميه والحقيقه اللي بيتم. او امبارح والنهارده شفت الماتشات ولا يعني على قد ما على قد ما على قدرت. قد اللي حضرتك شفته؟ شايف الـ القرارات التحكيميه اللي كانت موجوده النهارده في كل المباريات وامبارح من بدايه الدوري اعتقد ماشيه بشكل جيد يعني؟ ما اعرفش لغايه وجهه نظر دلوقتي حضرتك. ماشيه بشكل جيد، بس اتفضل. هو في نقطه مهمه جدا، ان الحكام السنه دي الراجل الاجنبي اللي جه الانجليزي كلاتنبرج داون، هنلاقي كور مشتركه كتير، مفيش بيعدوها. فاولات اوكي بيعدوها على بس اساس ده على كل الفير بلاي. الفرق على المفروض ان هو يكون على كل الفرق صحيح طبعا، وده لغايه يبقى دلوقتي خير. احنا لعبنا 6 مباريات كلها ماشيه كويس، اوكي كلها ماشيه كويس، وماشيه بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه ده، اللي هو سايبين اللعب في 6 ماتشات. بالظبط اوكي بالظبط. يعني ما بيحسبوش اي حاجه، يعني اي زقه اي احتكاك ما بيتحسبش زي الاول. الاول لا اوكي بيحاول ان هو اداهم شويه تعليمات ان ازاي اللعب يبقى الفير بلاي واللعب على الكوره، حتى لو في شويه التحامات ولكن بيعدوها. لا تضر باللاعب فبيمشوه. اوكي فده كويس يعني، طبعا حتى لو فيها بعض الظلم ولكن المساواه في الظلم عدل. بالظبط كده. فانا شايف ان لا، بدايه تحكيميه جيده، وبالتالي كل ما نريده ان تكون. والدوري فنيا برضو حضرتك شايف البدايه امبارح والنهارده ازاي والله قبل ما البداية نتكلم كويسة على الاهلي؟ جدا، مبشرة ان هنشوف دوري قوي السنة دي. في منافسة جامدة، العديد من الاندية دعمت نفسها بلعيبة كتيرة جدا على مستوى عالي، انتقالات كتيرة جدا للعيبة ما بين الاندية. اوكي وده هيدي اول دوري الممتاز السنة دي، ونتمنى باذن الله ان احنا يعني كل ما الدوري هيبقى المستوى فيه الفني عالي ده هيرجع على المنتخب بشكل كويس. طبعا، وهي البدايه واضح ان هو قد يكون هناك نواحي فنيه جيده ان شاء الله نشوفها السنه دي في الدوري العام المصري، مع وجود 6 أو 7 مدربين اجانب، مع وجود مدربين. يعني النهارده مثلا وانا قاعد بتفرج على ماتش الاسماعيلي، الاهلي والاسماعيلي، شفنا مباراه جيده هنتكلم عنها دلوقتي كلها، لكن امبارح كان في 3 مباريات، الاتحاد و اسوان، وفوز الاسوان او فوز الاتحاد على اسوان بهدف مقابل لا شيء في اسوان، ثم تعادل ما بين البنك الاهلي وفاركو، ثم هزيمه للمصري من احمد سامي، كابتن احمد سامي من سيراميكا 3-0. وبالتالي 3 مباريات مهمه جدا النهارده، تعادل انبي مع بيراميدز، ثم فوز الاهلي 1-0 على الاسماعيلي في مباراه جيده، وايضا فوز الزمالك على سموحه بهدفين على سموحه بهدفين مقابل لا شيء. نتائج كويسة، العروض كويسة، بدأ من 3 ماتشات بتوع امبارح كان فيهم ندية بشكل كبير جدا. المستوى النهاردة في ماتش النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي المستوى يمكن مرتفع شوية، شايفين كرة هجومية من الفرقتين، ودي حاجة كويسة. أنا أول مرة أشوف فرقة الإسماعيلي بتلعب جيم مفتوح، يعني بتهاجم وهي معاها الكورة، ولما الكورة بتقطع بترجع تدافع. فاول مره اشوفهم بيلعبوا جيم مفتوح كده، وكل لما الجيمات هتبقى مفتوحه وتبقى كوره هجوميه ده هيعود بالنفع كبير جدا على منتخبنا الوطني، وهيدي اثاره ومتعه واهداف كتيره في الدوري، وهي دي المتعه اللي الناس مستنياها ان هي تتفرج على جوان. ومباراه الزمالك وسموحه شفتها ازاي النهارده؟ كابتن طارق العشري اعتقد عمل مباراه جيده امام الزمالك لغايه عمل الدقيقه مباراة 80 جيدة. يعني. بالظبط، هو طارق نفس الاسلوب بتاعه. يعني بينتقل من نادي لنادي نفس الاسلوب بتاعه، اللي هو ازاي التامين الدفاعي بشكل كبير جدا، وبيحاول ان هو يخطف هدف، ولكن يمكن الحلول الفرديه اللي لعبت نادي الزمالك النهارده قدرت ان هي تتفوق وتحرز هدفين يعني. طيب نروح بقى المباراه الاهم. احنا طبعا ما حدش اتفرج على انبي وبيراميدز لانه طبعا كلنا يعني بنتفرج على مباراه الاهلي. الاهلي النهارده والاسماعيلي مباراه جيده، المدير الفني استطاع ان يدير المباراه بشكل جيد سواء في بدايه المباراه او التغييرات، ولكن المباراه حضرتك شفتها ازاي بقى كرجل تعلم هذه الامور بشكل جيد؟ والله النادي الاهلي شكله كويس كبدايه، دايما البدايات احنا بنقول بدايات دايما بتبقى صعبه،
بدايه اي مسابقه او اي بطوله بتبقى صعبه. النادي الاهلي البدايه بتاعته النهارده كانت بشكل كويس جدا، لعب فيه الريتم سريع، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. لان طول عمر لعيبه النادي الاهلي على مدار الاعوام الماضيه تتميز عن باقي الانديه بالريتم السريع في اللعب. النهارده الريتم كان مناسب جدا وكان سريع وكان فيه سرعه، سواء من سرعه التصرف، سرعه الحركه، سرعه التحرك بدون كوره، فشفنا شكل كويس. وانا شايف النادي الاهلي باذن الله بدايه موفقه جدا باذن الله. يعني نتمنى ان التوفيق دايما يبقى معانا، لان التوفيق في كره القدم مهم جدا جدا، ولكن الشكل مبشر بالخير باذن الله كبدايه لفرقه النادي الاهلي، ونتيجه كويسه وثلاث نقاط طبعا يدوا اللعيبه ثقه ويحطونا في مقدمه الجدول ويحطونا على الطريق المظبوط يعني.